فخورين ان احنا النهارده معانا في مصر البيت الكبير، معانا اذكى طفل في العالم محمود وائل. ازيك يا محمود؟ الحمد لله كويس، نورنا. ازيك يا محمود؟ انت عندك 15 سنه، طبعا. في سن ست سنين وصل ذكائك ل 155 درجه. الحمد لله. اخبار الامتحانات ايه؟ كويس الحمد لله ماشي. بكره في امتحان باذن الله. امتحان ايه بكره؟ امتحان عربي. هيجي ايه بكره في الامتحان؟ انت نبغى بقى الصراحه. عندي سؤال، يعني الطفل العادي اكيد ليه وقت مذاكره معين في اي ماده، العربي انت مثلا تستوعبه في قد ايه؟ يعني انا مش بقول من اوله لاخره المنهج، انا بقول وانت بتستعد للامتحان بكره ياخد منك قد ايه مثلا مذاكره؟ مثلا ممكن ساعه او نص ساعه. ساعه العربي كله بالنحو؟ النحو لوحده بياخد ايام. الحمد لله. انا متهيألي النصوص والنحو ده كانت يعني مشكله حياتنا كلها. بيقولوا وانا صغيره كنت ذكيه برضه بقى. معلش يا جماعه، موضوع ذكائي ده خالص دلوقتي. محمود، امتى حسيت كده ان انت مختلف عن كل اللي في سنك؟ قبل الفقره بتقول لي وانا عندي 3 سنين. وانا عندي 3 سنين وست شهور قلت جدول ضرب اللي هو بتاع 7. ده انا مش عارفه جدول. ساعتها بابايا استغرب. حد علمهولك يعني ولا انا عرفته ازاي؟ انا كنت يعني سمعته مره تقريبا وبعديها يعني قلته، كان بابايا بيذاكر لاختي وكده، بعديها انا قلت الجدول. سمعته باباك بيذاكر لاختك؟ يعني قلت بعد كده لوحدك. ماما بابا قال جدول الضرب. يعني الطفل العادي ما شاء الله بيقول ماما بالعافيه ونفرح ونهيص وكده، هو قال جدول الضرب. ده كان لازم على فكره مامته وبابا يبقوا معانا عشان نعرف بقى ردود الافعال في الاوقات دي كانت عامله ازاي. بابايا ومامتي استغربوا جدا طبعا، بس يعني مامتي بابايا قال ان انا هبقى ان شاء الله يعني في المستقبل هبقى عبقري وهبقى حاجه كبيره وان شاء الله هحقق حاجه للبلد وكده، بس يعني بقيه العيله استغربوا، يعني قالوا مش عشان قال جدول الضرب وكده. بس بعديها الحمد لله. امال ازاي باباك ومامتك اكتشفوا يعني الذكاء الخارق ده؟ من جدول الضرب ولا احداث تانية بقى؟ من جدول الضرب طبعا. بعديها يعني بعديها بابايا بدا يعلمني اكتر، يعني وانا كنت داخل اولى ابتدائي كنت حافظ جدول الضرب لحد 50 في 50. ما شاء الله. طبعا يعني كان المدرسين حتى بيستغربوا، يعني اللي هو في اولى ابتدائي كنا بنقول مثلا لحد 10 او حاجه. وانا دلوقتي اقصى حاجه حافظها في جدول الضرب ايه؟ انا دلوقتي مش بحفظ جدول الضرب لان يعني ساعتها بس كانت كبدايه، لكن حاليا انا في مجال الكمبيوتر الحمد لله. في مجال الكمبيوتر ما شاء الله عليك. انت يعني هو جاله فتره اتكلمنا عنه كتير قوي. فانا سؤالي هنا، المواهب دي اصلا محمود طبعا ذكي جدا ويمكن من اذكى اللي في سنه، لكن مش محمود بس اللي في مصر، اكيد في ناس كتيره جدا. لا طبعا انا عايز اعرف بيحصل اهتمام بيك؟ لقيت حد انا عارفه طبعا دكتور احمد الجامعه الامريكيه دعاء عملت له وخصصت له دوره خاصه ليه 50 ساعه تمام. علشان نتكلم انجليزي كده 50 ساعه ده في الاول انجليش وبعديها في الجامعه الامريكيه درست كمان تبع شركه سيسكو اللي هو كمبيوتر ونتوركس، دول اللي بيدرسوها اللي هم خريجي كليه هندسه. وزاره التربيه والتعليم اتهيألي برضو عرضوا عليك ان انت بعد الشهاده الاعداديه. قابلت وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي، عرضوا عليا ان انا الحمد لله بعد الاعداديه ادخل الجامعه. مش بتفكر بقى تسافر؟ لا ده رفض. لا ساعتها رفضت لان انا يعني قلت ان انا عايزه اعيش سني، لان ساعتها يعني كان غير ان المنهج طبعا هيتغير وكده. ممكن الحمد لله يعني ذكائي ساعدني ان انا اعدي المرحله دي بس غير كده ان انا اعيش سني. طيب انا عندي سؤال بقى، نبعد عن القصص الاسئله العاديه وعايز صراحه، احنا حلقتنا وعدنا المشاهدين في البدايه ان احنا هي بتتميز، يمكن الموضوع اتناقش قبل كده في برامج كتير، لكن حلقتنا هتتميز بانها هندخل بصراحه قوي مع ضيوفنا. انت مختلف عن اللي في سنك الحمد لله، متفقين يعني فزعل. طيب على المستوى بقى الصداقه والمستوى الشخصي، في مشاكل بينك وبين اللي في سنك ولا قادر تتكيف؟ لا هو بالعكس، انا مع اللي في سني يعني يعتبر ما مش بتكلم مع اي حد مع اللي في سني على اساس اللي هو محمود ولا اذكى طفل في العالم او كده. هو بنتعامل يعني زي اي اتنين صحاب، مفيش اي حاجه ليها دعوه باللي هو اللي هو المشهور او الذكي او العبقري او كده. لا اقصد انت نظرتك ليهم، انت بتحس ممكن هم ما اصغر لا ولا منك ولا في فرق في يمكن في فرق في التفكير او كده، بس غير يعني اللي انا بفكر بيه اللي انا بفكر فيه يعني ان هم اصحابي عادي، يعني بنكون وانا معاهم نفس مستوى التفكير نفس مستوى الذكاء نفس كل حاجه. غير كده يعني ده بيكون في المدرسه الصبح، غير كده بالليل في الجامعه بيكون 5 ساعات كورس معايا ناس عندهم 30 سنه و40 سنه. بتعرف تتعامل معاهم يا محمود؟ بتعرف تتعامل مع اللي عندهم 30 سنه؟ الحمد لله، يعني انا اخذت 5 كورسات، كان كل واحد فيهم تقريبا من 6 ل 8 شهور في الجامعه الامريكيه مع شركه مايكروسوفت، كان ناس عندهم كلهم تقريبا من 30 ل 40 سنه. قول يا محمود عندك هوايات؟ انا عندي هوايات، كنت بلعب كاراتيه
وبلعب كوره وبلعب العب على الكمبيوتر عادي. طب قول لي بقى اكتر حاجه من دي واخده وقتك وبتحبها، ولا ده يعني متوقف لحد الدراسه لما تخلص؟ لا هو مش متوقف على الدراسه، يعني هو يعني على حسب اللي انا عايزه حاليا في الفتره اللي انا فيها. مثلا حابب مثلا كوره مثلا، او عايز مثلا العب بيبقى عندك وقت؟ اه بيبقى عندي وقت. تقضي كده كام ساعه في الهوايه اللي جنب المذاكره؟ هو ما فيش حاجه ثابته، لان ممكن يعني كان في مثلا شهر تقريبا كنت كل يوم، يوم جامعه امريكيه ويوم مايكروسوفت، كنت يعني 5 ساعات بالليل وثمان ساعات مدرسه الصبح، وكنت يعني بنام حاجه صغيره. 3 ساعات مدرسه؟ 8 ساعات مدرسه. ساعات. وبتنام وقت صغير؟ وبنام حاجه صغيره. فساعتها طبعا بتذاكر بقى امتى؟ بذاكر يعني يا دوب مثلا اللي هو الراحه ما بين الراحه، كانت بالنسبه لي كانت المذاكره، الراحه ما بين المدرسه والجامعه الامريكيه كانت المذاكره. طب اخواتك بقى انت عندك؟ انا معلش يا استاذ دعاء هساله سؤال مهم عايز جدا. عايز اخواته كلهم كده؟ لا انا عايز اساله سؤال يعني. مهم، مجموعك في الاعداديه كان كام؟ لا انا نظام اي بي، فمش يعني مش اوكي. مجموعك برضو مجموعك كان ايه؟ يعني يعني التقييم بتاعك كان ايه؟ ما طلعش النسبه، لان انا بمتحن امتحانات مختلفه تبع منهج مختلف. انت عملت امتحان اختبار ذكاء؟ عملت اللي هو الاي كيو. الحمد لله. ايه بقى ده المؤشر تلاقيه لف لف ايه اصعب سؤال في الاي كيو تيست؟ هو مش اصعب سؤال، هو يعني الاسئله مختلفه بتعتمد على اجزاء مختلفه من المخ. انا الحمد لله طلع 155 في الحساب، وعندك في الحساب هي ما لهاش انت معدي الكيرف يعني. انت معدي هو الكيرف معدي فعلا ده فعلا صحيح، انت معدي البال شيبت كيرف اللي بيقيموا بيه الاي كيو تيست. طب انا عايز ارجع تاني لسؤال مهم ما جاوبتنيش عليه، اخواتك. انا مهم قوي عندي اعرف العيله كلها كده ولا يعني انت عندك اخوات مش كده؟ انا الحمد لله يعني اخواتي اذكياء، هما ممكن يعني هما موهوبين في مجال معين، ممكن ما يكونش ان هما دبلوماسيه. شايفه الدبلوماسيه؟ ايوه حبيبي. هما يعني كل واحده فيهم موهوبه في مجال معين، هما يعني ممكن ما يكونوش بنفس مستوى الذكاء او كده، بس هما موهوبين في حاجه واحسن مني في حاجه. بنات هما بنات كده بنات. عندي اختين بنتين. عندك موهوبين في ايه بقى؟ واحدة فيهم موهوبة في الرسم، هي في كلية إعلام، يعني لسه متخرجة من كلية إعلام السنة دي، والتانية في كلية تجارة إنتش. ما شاء الله. طيب شاء الله. أنا سمعت إن أنت أخدت كذا سنة في سنة مش كده، كان أو عرضوا عليك؟ عرضوا عليا لكن ما رضيتش. ما رضيتش. برافو عليك. عايز يعيش سنه. مين نصحك يعني النصيحة دي؟ لأنه بيحبك فعلا. هو في الحقيقة ساعتها يعني كان اقتراح أنا ووالدي. بعديها لما قابلت دكتور احمد زويل هو يعني شجعني ويعني حياني ان انا خدت القرار ده. قال لي انت لو كنت عديت او خدت اكتر من سنه في سنه كنت هتواجه مشاكل فيما بعد، مشاكل نفسيه وعقليه. محمود قولي الكورسات اللي انت اخدتها بقى ودرستها هتستفيد بيها ازاي، ولا عملت مشروع فكرت تعمل بيها ايه كده؟ هو طبعا كل كورس من الكورسات دي كان بيبقى تقريبا من 6 ل 8 شهور. كنا في اخر الكورس كنا بنقعد مثلا تقريبا 8 ساعات او 10 ساعات جوه كلاس، كنا بنعمل مشروع. يعني كان كل واحد بيعمل مشروع، فطبعا يعني يعتبر الواحد في سني اللي هو ساعتها كان مثلا عندي 12 سنه او حاجه، قعد 8 ساعات او 10 ساعات عشان يعمل مشروع مع ناس عندهم 30 سنه او اكتر. طبعا كان يعتبر. كان ايه المشروع بقى تفتكر؟ لا طبعا كان يعني كان كل كورس ليه مشروع على حسب الكورس نفسه. كان في كورس برمجه يعني كان واخد اهتمامك وبسطت كده لما عملته؟ كان اخر كورس كنت في الجامعه الامريكيه. كنا بنشتغل يعني اتنين، يعني كل اتنين مع بعض، كل اتنين وبعديها كلنا مع بعض بنجمع عشان نطلع مشروع كبير، لان هو المشروع يعني زي ما نقول متقسم. بس ده كان اكتر كورس يعني عجبني، او اكتر مشروع عجبني، لان احنا كنا كلنا بنشتغل يعني اكتر حاجه لفتت انتباهي اللي هو نفس الفكر، يعني اللي كنت بشتغل معاه كان عنده تقريبا 28 سنه حاجه زي كده، كنا الحمد لله نفس الفكر وطلعنا نفس ال. انت بقى كمحمود النهارده نفسك بعد كل اللي عديت فيه ده في التعليم والمشروعات وكورسات الجامعه الامريكيه، محمود بقى بيحلم بمشروع ايه؟ انا بحلم ان شاء الله ان انا يعني مفيش كفكره مشروع ان انا هحققها فعلا حاليا لحد دلوقتي مش موجوده. يعني يمكن انا مش كنت لحد دلوقتي راسم خطه في دماغي ان انا ان شاء الله يعني من الاحلام بتاعتي ان انا احصل على جائزه نوبل ان شاء الله. ان شاء الله ده باذن الله ان شاء الله. زي قلت الدكتور لما بتقول نوبل دكتور زويل ولا دكتور احمد زويل لما قابلته قال لي ان هو شايف ان انا يعني فيا ان هو شايف فيا امل كبير جدا ان انا ان شاء الله احصل على الجائزه من بعده، وان انا يعني احصل عليها كمان في سن بتحس ان ذكائك يعني بيقال ان الذكاء انواع. ممكن شخص يكون ذكي جدا في حياته وناجح جدا في مجاله وما كانش قايم مدرسه ذكي، في الرياضيات ذكي جدا لكن مجال الادب بيستوعبه بصعوبه قوي مثلا. انت بتحس ان لا ذكائك عام ولا برضه نقدر نصنفك؟
هو يعتبر غير ان هو ذكاء عام، يعني ممكن بقى ان انا اخصصه في حاجه معينه. فانا عن نفسي الحمد لله خصصته في المجال اللي انا بحبه اللي هو مجال التكنولوجي وكده. تمام. محمود لو عندك الفرصه لو عندك الفرصه ان انت تخرج بره مصر، قالوا لك هنحقق لك اكبر حلم بتحلمه، هو ده حصل بالفعل. يعني كندا واستراليا كانوا عرضوا عليا قالوا لي تعالى انت وعيلتك واقعد عندنا، بس يعني هتاخد الجنسيه ومش هترجع مصر غير زيارات، وهتبقى عالم بس مش هتبقى عالم مصري، هتبقى عالم كندي او تبع استراليا. قلت ايه بقى؟ فساعتها رفضنا. عرضوا عليك عن طريق مين يعني؟ يعني خطبوك ازاي؟ الحكومه، السفاره، جامعه؟ لا ساعتها كنت اول ما اكتشفوا ذكائي كان عندي تقريبا 5 سنين. 5 سنين بعد ما عملت اختبار الذكاء. عملته فين اختبار الذكاء ده؟ كان في مستشفى حكومي عشان اللي هو الختم واللي هو الاجراءات الحكوميه. ساعتها كانوا عرضوا بقى، كانوا كلموا بابا، يعني انا كنت 5 سنين ما كنتش اقدر اخد قرار عيله بحاله. فساعتها كلموا بابايا وهو يعني طبعا ما اخدش قرار. فساعتها قعد يفكر واستشار طبعا يعني مامتي، واخدنا قعدنا يعني عيلتنا كلنا بنتفق وكده، وفي الاخر رفضنا. طيب على ذكر الالعاب يا شهناز، انا مدمنه العاب وده اعتراف، واحنا قلنا الحلقه فيها صدق، وانت يعني انا بعترف ان في اكتر كمان ادمان على الالعاب، وفي ادمان تاني هقوله لكم بعد كده. فعايزه اقول لك الالعاب، اخبار كاندي كراش ايه وسبواي سيرفرز بلعب الراش بلعب الالعاب دي زي اي حد في سني. لا انت اكيد من اول يوم جبت الليفل رقم 200، هو اخر ليفل في 400 حاجه و40. يا اخبار 400 وصلت لكام؟ لا يعني انا مش بضيع وقتي اللي هو مش بزياده اهتماماته الحاجات دي. لا هو قال العاب، مش انا، مش انت اللي قلت انا بقعد ولا هو يقصد مش من اهتماماتي؟ لا يقصد يعني هوايات. ايوه محمود انا عايز اسالك حاجه. لما انت فضلت انك انت تقعد هنا في مصر، هل الحكومة قدمت لك نوع من التشجيع عشان تقعد؟ وزير التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، قالوا لك مثلا هنوفر لك إمكانيات، هنعلمك، هنعمل لك تسهيلات، هنبعتك بره؟ يعني هو يعتبر في مصر هم يعني يعتبر انهم عملوا اللي يقدروا عليه. اللي هو ايه بقى؟ كوزير التربية والتعليم وكوزير التعليم العالي قالوا انهم قالوا هدخلك الجامعة بعد الإعدادية. هم في نظرتهم اللي هو ده اللي يقدروا عليه، ودي طبعا حاجه يعني انا بقدرها، ما اقدرش طبعا اقول ان دي خطوه وحشه او خطوه حلوه. بس طبعا انا يعني انا كان ليا قرار في الاخر ان انا ارفض واوافق. هو مش فكره بس الجامعه بعد اعداديه، جامعه ايه يعني؟ نوايه الجامعه وتدرس ايه؟ الفكره نفسها ان انا يعني ان انا يبقى معايا شهاده، ان انا الشهاده دي ان انا خلاص اخدت الثانويه العامه. محمود انا هسالك اخر سؤال عشان انا عارفه ان انت عندك امتحان بكره، ولازم اكيد تنام بدري وتستريح وتمتحن بكره عشان تعمل وحش وتقول هم السبب. روشتة كده محمود هيقول لنا روشتة علشان احنا على الاقل نقولها لاولادنا وللشباب اللي في سنك كده يسمعوها. روشتة كده ان الواحد يبقى عبقري، طبعا دي صعبه، لكن في المذاكره، في ان هم الواحد يتفوق، يعني يدي وقت المذاكره حقها، انما يعني يحاول يحط نفسه دايما متفوقين. ايه الروشتة؟ هو ان الواحد يعني عايز اقول حاجه، ان الواحد زي يبقى عبقري، دي صعب ان الواحد يقولها، بس زي الواحد يكتشف الموهبه. يعني اكيد اي حد موهوب، مش بقول ان كل انسان ذكي، بس كل انسان موهوب لازم يوظف ذكائه في الحته الصح. يوظف موهبته دي ان هو يقدر يحقق بيها حاجه. مش بقول ان كل انسان ذكي، بس يعني كل واحد يقدر يحقق حاجه غيره ما يقدرش يحققها. انا موافقاك 100%. لا واهم حاجه في محمود انه مش كله جد، مش كله مذاكره، مش كله اهم حاجه طبعا. يعني ان هو الواحد يوزن وقته بين اللعب والجد. مهمه جدا ان الواحد يوظف ذكائه في الحاجه المناسبه والحاجه الصح. انت قلت روشتة عبقريه. محمود انا بحييك وبشكرك انك جيت النهارده، ومعلش عطلناك، بس بكره ان شاء الله هتعمل 100 في العربي ان شاء الله. شكرا. فاصل وهنرجع تاني مع هنكمل فقراتنا عن الادمان. نشوفكم بعد الفاصل.